السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة ثقافة ومنوعات في درس جديد وموضوع جديد سوف نتكلم فيه اليوم عن التكملة لأهم قائمة في برنامج الفوتوشوب. أهم قائمة في برنامج الفوتوشوب ويجب عليك أن تكون ملم وتعرف التعامل معها بشكل جيد حتى تستطيع أن تعمل على الفوتوشوب براحة. في الدرس السابق شرحنا كل من الموف تول والثلاث أدوات الخاصة بالتحديد الذي يعتبر أهم شيء في برنامج الفوتوشوب. فالتحديد إذا كنت تجيد التعامل مع التحديد باحترافية فأنت تستطيع أن تعمل براحة ببرنامج الفوتوشوب. اليوم سوف أتكلم عن هذه القائمة. صراحة سوف أشرح الأداة الأولى والثانية فأعتقد أنها مهمة، الكروب تول وأداة لقص الصورة. على سبيل المثال أريد أن أتعامل مع الصورة ولكني أريد أن أعمل مع هذا الجزء فقط، لا أريد أن تأتيني الصورة كاملة. على سبيل المثال أريد أن أعمل تطبيق أو ما إلى ذلك، صورة التطبيق أريدها أن تكون بهذا الشكل، فأنا لا أحتاج الجزء الآخر من الصورة، فقط أريد أن أعمل على هذا الجزء مثلا. فكل ما علي فعله هو أخذ الكروب تول والضغط أنتر، وكما تشاهد فقد أصبحت هذه هي الصورة كما شاهدت معي. كنترول زد لأتراجع عن الأمر، أو أريد أن أنوه إلى نقطة أخرى، الكروب تول الثانية فهي عبارة عن نفس الأداة ولكنها تسمح لي بالتعديل على الأبعاد، فأستطيع أن أجعلها بهذا الشكل كما تشاهد. فعلى سبيل المثال إذا قمت بهذا الأمر سوف تبدو الصورة وكأنها متجهة إلى اليسار، فسوف الشخصية التي على اليمين سوف تكون قريبة والشخصية التي على اليسار سوف تكون بعيدة نوعا ما. فعلى سبيل المثال إذا ضغطت على أنتر كما تشاهد معي الصورة على اليمين تبدو قريبة والأخرى تبدو بعيدة على كمثل الطريق كما تشاهد معي. صراحة سلايز تول وسلايز سيلكت تول قليلا جدا ما أستعملها، لذلك فقط أريد أن أشرح الأولى والثانية. أما فيما يخص الأداة الموالية فهي خاصة لأخذ العينة اللونية باحتراف. على سبيل المثال أريد أن أقوم بنقل هذا اللون وأريد أن أعمل به، فكل ما علي فعله هو أخذ هذه الأداة والضغط بهذا الشكل، فكما تشاهد معي هنا فقد تغير اللون إلى العينة اللونية التي ضغطت عليها. هكذا مرة أخرى انظر كيف يتحول الشكل هنا معي. كلما أنقر مرة واحدة أخذ العينة اللونية. إلى هنا يكون موضوع ودرس اليوم عن الأداتين المهمة في قائمة الفوتوشوب قد انتهى. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، حتى نلقاكم من جديد وإلى اللقاء.